السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. أتمنى من حضراتكم دعم الفيديو بالإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سعر الدولار اليوم في البنك والسوق السوداء. استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30 جنيه و84 قرش للشراء، 30 جنيه و93 قرش للبيع، بينما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء انخفاض كبير جدا، حيث وصل إلى 60 جنيه و50 قرش للشراء، 61 جنيه و50 قرش للبيع.